ذلك مشاهدينا، تشهد مدينة الفلوجة تبليط الشارع الرئيسي المعروف بشارع بغداد والممتد من تقاطع سيطرة الموظفين إلى الجسر الجديد غرب المدينة. مديرية بلدية الفلوجة التي تجري عملية التبليط أوضحت أن العمل يتم من خلال معمل البلدية الذي تمت إعادة تأهيله من قبل منظمة UNDP، وإن أعمال التبليط ستشمل شوارع الفلوجة كافة بعد الانتهاء من صيانة وتأهيل المجاري. بدأ الإنتاج به والعمل به لتبليط أغلب شوارع مدينة الفلوجة من خلال الخطط المعدة. اليوم نحن جاهزون لتبليط جميع شوارع مدينة الفلوجة بشريط أن يكون هناك إنجاز لمشاريع المجاري.